السادة المشاهدين، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن الخناقة اللي بين عبد الله رشدي والشيخ مصطفى العدوي، أو ما بين السلفيين والأشعرة. عشان بس الناس تبقى واضحة الصورة ماشية إزاي، إحنا المسلمين لما حصلت الفتنة الكبرى انقسموا أول حاجة لثلاث حاجات: أهل السنة والخوارج والشيعة. الشيعة بعد كده انقسموا لثلاث برضو طوائف: الإسماعيلية والزيدية والإثنى عشرية أو الإمامية، دي أشهرهم يعني. والخوارج أيضا انقسموا للإباضية والأزرقة والنجدات والعجر، يعني ست سبع أقسام أيضا الخوارج. أهل السنة أيضا انقسموا في مترديه وفي معتزلة وفي أشعرة وحاجات زي كده. برضو عشان المشاهد يبقى فاهم في فرق بين المذاهب الفقهية والمذاهب العقدية. المذاهب الفقهيه اللي هم اشهرهم الاربعه اللي احنا عارفينهم، اللي هو ابن حنبل وابو حنيفه والشافعي ومالك والليث بن سعد، وفي ناس تانية بس اشهرهم الاربعه اللي احنا عارفينهم الاربع مذاهب دي اسمها مذاهب فقهيه. بيختلفوا في الصلاه، في الاذان، في تفاصيل يعني الصلاه والاذان، الزواج، الطلاق، يعني حاجات من هذا القبيل اللي هي متون الفقه بتاعتهم اللي مختلفين فيها. الميراث ممكن يختلفوا في بعض الحاجات وهكذا. إنما المذاهب العقائدية اللي فيها خلاف في العقائد أو في العقيدة نفسها، نظرتهم إلى الله، الأسماء والصفات، مش عارف الخلق القرآن، يعني كان في شوية مشاكل كده لما دخلوا قروا فلسفة فبدأ يحصل مشاكل بينهم. وطبعا الأشاعرة اللي هم الأزهر متبني المذهب الأشعري من 10 قرون يعني منذ ما بدأ، وحتى الآن هو متبني المذهب الأشعري من ناحية العقائدية. زي ما قلنا السلفيين اللي هم يعني تابعين للسعودية أو تابعين للوهابية أو متبنيين الفكر الوهابي، بيروا أن الأشاعرة دول عقيدتهم مش هي العقيدة السليمة واللي هي مش مشابهة للقرآن. فطبعا الموضوع ده معروف من زمان والخلاف بينهم ممتد، ولكن اشتعل في الأسبوع الأخير لما طلع الشيخ مصطفى العدوي ربما وجه لهم تهم في العقيدة وشبه كفرهم يعني وحاجات زي كده، وطلع عبد الله رشدي يرد عليه في فيديو، وبعد كده طلعوا أتباع الشيخ مصطفى العدوي يردوا عليه على عبد الله رشدي في فيديوهات تانية. فده اللي هنعلق عليه النهاردة ونشوف الخناقة دي هتوصل لفين. نسمع كده الأول بعض مقاطع من عبد الله رشدي قال ونشوف الردود عليه كانت شوف كده. أنا شفت قريب الشيخ مصطفى العدوي في الحقيقة، هما مقطعين مش مقطع واحد. المقطع الاولاني كان بيتكلم فيه عن ان الاشاعره يقولون ان الله عز وجل في كل مكان. فانا في الحقيقه يعني تعجبت لهذا الكلام، لان طبعا معلوم ان الاشاعره رضوان الله عليهم لا يقولون بذلك. وبعدين كان عندي لقاء في بعض القنوات الفضائيه فوضحت القضيه دي، ومع احترامنا الكامل لفضيله الشيخ مصطفى وعلمه ودرايته ربنا يحفظه ويبارك فيه، لكن هذا الكلام عار عن الصحه تماما. والاشاعره لا يقولون ان الله في كل مكان. وعايزين نفرق بين الاحترام والتقدير والود، ده على عين والراس لكل الناس، لكن الحقائق العلميه لا تقبل المجامله، ولا يمكن ان نجامل احدا على حساب الحقائق الدينيه، والا سنضل الاجيال وتطلع الناس تقول لك ده الشيوخ بيجاملوا بعضهم على حساب الدين وعلى حساب الحقيقه. اي حد دلوقتي بيتفرج او بيسمع الكلمتين دول وهيروح يسمعني مثلا بقول او يسمع اي شيخ بيقول ان الله عز وجل او ان الاشاعره بيقولوا ان الله عز وجل في كل مكان، فيروح بسرعة يفتح كتب الأشاعرة هيلاقي الكلام عكس كده تماما. هيلاقي أن الأشاعرة ينكرون أصلا ويرفضون نسبة المكان إلى إلى الله قطعا. فالنسبة التي بين الله والمكان هي علاقة بين خالق ومخلوق، يعني هذا المكان وهذا الزمان هما أو أحد أفراد المقدرات أو أحد أفراد المحدثات الصادرة عن القدرة الإلهية القديمة. بس زي ما انا كده علاقتي بربنا ان انا خلق احد افراد المقدرات، يعني الامور التي يقدر الله عليها، انا احد افراد المقدرات التي خلقها الله، اكتر من كده ما فيش. فكذلك المكان والزمان عند الاشاعره بيقولوا ان هما يعني ما هما الا خلق من خلق الله عز وجل، لكن لا يقول الاشاعره ابدا 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 ان الله عز وجل في كل مكان. جه فضيله الشيخ مصطفى بعد كده، فبعد ما قال ان الاشاعره يعبدون عدما، يعني دي وصفهم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله. يعني أنا مش فاهم، وجنة تكفير بالجملة للسواد الأعظم من الأمة الإسلامية. حضرتك يعني كتب الحديث التي تشرحها مؤلفوها أشاعرة، يعني ابن الصلاح ده كان إيه؟ والنووي ده كان إيه؟ وابن حجر ده كان إيه؟ والسخاوي ده كان إيه؟ والعراقي ده كان إيه؟ كل الكتب اللي حضرتك تشرحها أو تعلمه، وابن حبان والبيهقي، يعني لو قعدنا نعد هنعد زرافات من العلماء. فكل دول حضرتك أشاعرة، فهل كل دول يعبدون عدما؟ وهل كل دول كفروا وكذبوا بآيات الله؟
طيب معنى كده ان الاسلام نقل الينا عن جيل او عن مرحله زمنيه كافره، يعني الذين اسسوا ودونوا قواعد التفسير والمصطلح واللغه العربيه وغيرها لما الدوره الناس دي كلها قبلهم. زي ما شايفين الشيخ عبد الله رشدي علق على الفيديوهات بتاعه الشيخ مصطفى العدوي وقال ان الخلاف اللي هو ما بينهم العقدي اللي هو بيتكلم عنه عبد الله رشدي، قال ان مصطفى العدوي او الشيخ مصطفى العدوي قال ان الاشاعره يرون ان الله في كل مكان او ان الله موجود في كل مكان، وقال لا دي مش العقيده الاشاعريه، احنا شايفين ان الله متجاوز الزمان والمكان، وان المكان ده مخلوق والزمان مخلوق زي بقيه مخلوقات ايه ربنا. وقال ايضا هم طبعا الاهل السوء يعني قصدي اللي هم السلفيين او الشيخ مصطفى العدوي شايف ان الله في السماء بناء على نصوص قرانيه، ده عنده ادلته وحجته سواء من القران والسنه، وهذا ايضا له حجته سواء عقليه او نقليه. وقال ان احنا مش هنجامل على حساب الحقيقه، طبعا عبد الله رشدي في الفيديو مش هنجامل على حساب الحقائق الدينيه وعشان اجيال، ومش هنضلل الاجيال وعشان ما يقولوش ان المشايخ بيجاملوا على حساب الدين ولا حساب الحقيقه. يعني ان هو شايف ان هو الاشاعره هم الحقيقه وان الاخر يعتبر ضلال ومش هنضلل الاجيال اللاحقه. وقال ان ده خلق الزمان والمكان، وقال ان الشيخ مصطفى العدوي كفر الاشاعره، لان هو بيتكلم عن الاشاعره قال الذين كفروا وكذبوا بايات الله، وقال ده تكفير بالجمله، وقال ان سواد الاعظم من الامه من الاشاعره، وقعد يحدد بقى ابن حجر العسقلاني وعدد كبير من المشايخ على مدار التاريخ هو شايف النووي وغيره دول شايفهم ان هو من الاشاعره، وقال ان هو بتكفيره للاشاعره يا يعني بيكفر سواد الامه وان هم معظم العلماء من الاشاعره وبتوع علم الحديث وحاجات زي كده. طبعا طلع كثير من الردود عليه، احنا هنجيب فيديو لاحد تلامذة الشيخ مصطفى العدوي حد اسمه محمد سمير لفيديوهات، طبعا طلع طاح في عبد الله رشدي واتهمه بالكذب والتدليس. نشوف كده الفيديو بتاع مقاطع من الفيديو بتاع محمد سمير. الإسلامية وده كلام كذب صراحة، وأنا هقول لك الأشاعرة بيقولوا كده ليه؟ لأنهم فقدوا الحجة ولم يجدوا في كلام الله ولا رسوله ولا أقوال الصحابة ولا التابعين ما يثبت ما هم عليه من بدع، فاشتغلوا في إقناع أتباعهم بأنهم السواد الأعظم للأمة، وجمعوا أسماء بعض العلماء ممن تأثروا ببدعتهم ومفيش بينهم بأن كتب الحديث اللي الشيخ بيشرحها مؤلفوها أشاعرة، وده كلام كذب قولا واحدا، لأنه لا يوجد في أصحاب الكتب الستة أشعري واحد، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داوود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا النساء، وما فيش ولا واحد منهم اشعري، فانت كده بتضع مصداقيتك عند الناس وثقتهم فيك في خطر. والاخ كمان وصل تدليسه وقال بان ابن الصلاح والنووي وابن حجر اشاعره. طيب لو جينا لابن الصلاح اللي رماه الاشاعره بانه حشوي لانه رفض تاويل بعض الصفات كالحرف والصوت والاستواء، ولما بلغوا ان احد الاشاعره بيقول بان الذم فقول الاخ عبد الله بانهم السواد الاعظم من الامه وان كل علماء الحديث والمصنفات الشرعيه اشاعره قول باطل، وده قولا واحدا، واقول اجابه مجمله على هذا الكلام عشان ننتهي منه، وهو ان كل الصحابة والتابعين وكل اتباع التابعين والأئمة الاربعة واصحاب القراءات العشر، ومن روى عن اصحاب القراءات العشر واصحاب الكتب الستة ليس منهم احد على عقيدة الاشاعرة، واتحداك انك تجيب لي منهم واحد يقول بانه اشعري او انه يقول بقول الاشعري. وكمان في سؤال بيطرأ هنا يحتاج الى اجابة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والامة من بعدهم في ضلال الى ان جاء ابو الحسن الاشعري؟ وانا اترك لك الرد ويا ريت تجاوب، وانا عارف انك مش هترد. والاخ عبد الله طوال الفيديو بينافح عن انه ليس للمن كان، ولان الموضوع اللي اثره الاخ عبد الله موضوع عقدي يمس ثوابت الدين والعقيده، فكان اهل السنه مجمعون على ان الله جل وعلا فوق السماء مستو على عرشه بائن من خلق، والادله على كده كتير من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع والفطره والعقل، ومش كده وبس بل كمان باعتراف ائمه الاشاعره انفسهم. الاشاعره بيقولوا بان اللي احنا بنثبته هو اثبات للمكان، فانا اذا قلت مكان فانا اقصد ان اجاريهم باللفظ، فانا مجرد ان انا بجاريهم في اللفظ بس، لكن اقصد بان الله تعالى فوق السماء فوق العرش. ولو جينا للادله من كتاب الله فسنجد قول الله تعالى أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، والاشاعره قالوا على ان الله موجود فوق السماوات على عرشه فهو بيت القصيد في هذا المبنى. وكلام عبد الله رشدي بان الله ليس له مكان لان المكان مخلوق ده قول باطل باجماع اهل السنه، وده قول باطل باجماع اهل السنه ويناقض ما العزه بتصرفات البشر، وده كلام ملوش اساس من الصحه. اما لو جينا المساله بين
الأشاعرة يعبدون عدما، وده مستقر عند أهل السنة، لأن مش إحنا اللي قلنا بأن الله عز وجل ليس له مكان وغير موجود، لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا منفصل ولا متصل ولا داخل العالم ولا خارج. وده كلامكم أنتم مش كلامنا إحنا. طيب والسؤال هنا بناء على الكلام ده، أين الله؟ يا ريت تجاوبني، وإذا كان مش موجود في أي جهة من الاتجاهات دي يبقى أين ربنا جل وعلا؟ ولو قرأت وتمعنت في عقيدة الأشاعرة هتعرف بأن الله عز، أم أن الضلال في من أضاع ربه وهو لا يعلم أين هو؟ زي ما احنا شايفين طبعا قال ان هم مبتدعين وبيكذبوا، وقال كذب صريح يعني، وقال ان هو فكرة ان الله مش في السماء وان هو لا على اليمين ولا على الشمال ولا فوق ولا تحت وليس له مكان. ده قال ده ما لقوش اي تفسير. وقال ازاي ان فين الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، هل دول كلهم قبل ما يجي ابو الحسن الاشعري بتاع القرن الرابع الهجري ما كانوش عقيدتهم كانت فاسدة او كانت غير سليمة او ما كانش يعرفوا هذا الكلام؟ ده بيقول له رد عليا وقول لي طب الله فين. هو بيقول له الله فين اذا كنتوا بتقولوا ان احنا بنقول ان الله في السماء، انتوا بتقولوا ان هو متجاوز الزمان والمكان، اذا الله فين؟ يعني ده بيسأل عبد الله رشدي، وانا اتحداك تجاوب حاجات زي كده. وطبعا يعني اتهموا بالتدليس وانه بيقول باطل وان هم بيقولوا يعني يعبدون عدما يعني وان اهل السنه مجمعون على ان الله في السماء، وقال انت ما جبتش ولا ايه قرانيه ولا احاديث وكل حاجاتك عقليه، ان احنا ايه بنستند للقران والسنه. ده كانت الخناقه اللي بينهم. وطبعا برضو الشيخ مصطفى العدوي لفيديو كده نشوفه وهو بيتهم الأشاعرة او حتى تلامذته بيناقشوا على موضوع ان هو يعني قال على الأشاعرة كلام سيء. نشوف كده الشيخ مصطفى العدوي. سمعت يا شيخنا انا في المنشور اللي نزل من يومين لحضرتك كنت بترد على أشعاري فيه، ويعني حضرتك قلت له ايها الأشعاري البغي، وانا ليه اثنين اصدقاء يهاجمون حضرتك في هذا القول وانا ودافع. طب انا اقول لك يا شيخ، اقول لك عرضي اولى او كتاب الله اولى؟ نعم يا شيخنا. مش كتاب الله اولى بالدفاع عنه؟ نعم. اذا كان ربنا يقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، والاشعري يقول لا ربي ملوش يد يدان، كذب القرآن ولا لا؟ إذا كان ربي يقول بل يداه مبسوطتان والأشعري البغيض يقول لا ليست لربي يد، إذا كان ربي يقول في كتابه الكريم ويبقى وجه ربك والأشعري يقول ليس لربي وجه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن وجه ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والأشعري يقول لا الله ليس له وجه، إذا كان النبي يقول وكلت يدي ربي يمين مباركة والأشعري يقول ليس لله يد، ألا تراه بغيضا؟ نعم أراه كذلك يا شيخنا. الله يجزيك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا متأسف يا شيخنا. لا والله كلام الله، والله أعرضنا تهون، والله يشتم فينا كما شاء، لكن كلام الله لا ينكر. سلام ينتقم من كل من سبق السلام أو يتكلم في عقلك. ربنا يبارك فيك. يدافع عنك باستماتة حتى أموت. ربنا يدافع عنا وعنك يا شيخ، الله يدافع عنا وعنك ويجعلنا من المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. السلام عليكم. عليكم السلام. زي ما احنا شايفين ايه المشكلة. انا مع يعني ايه اللي عايز اقوله من الفيديو، الخناقة دي احنا مالنا بيها؟ يعني المواطن العادي او المشاهد العادي، ايه الله في السماء، الله في كل مكان، الله متجاوز الزمان والمكان، كل دي ربما نقاشات فلسفية تناقش في مواضع اكاديمية. ولكن ان احنا، وانا ما عنديش مشكلة ان الاشاعرة يكون لهم وجهة نظر عقادية، او ان هم المتريدية يكون لهم وجهة نظر، او المعتزلة، ان كان في خناقات كتير في خلق القرآن وغيره، الاسماء والصفات، وفعلا وجود الله فين، في السماء ولا وهكذا. انما ان المشكله ان هم شايفين الحق والضلال، الابيض والاسود، الحق والباطل، وده بيكفر ده وده بيتهم ده، هي دي مشكله. وخلي بالكم دول لو معاهم سلطه
هيقتلوا يعني هيقتلوا الاطراف الاخرى، لان هو شايفين دول عقيدتهم. ده مش هنتكلم على الشيعه اللي هم شايفينهم كفره طبعا، والخوارج اللي هم شايفينهم كفره، وان هم دايما يتهموا الناس بالخوارج. خارج الخوارج دول عمان وجزء من تونس وجزء من المغرب، ولهم ناس في الجزائر اللي هم الاباضيه، هم ما بيحبوش يسموا نفسهم خوارج، وهم شايفين الخوارج دي لفظ سلبي اطلقوا عليه اهل السنه عليهم، ان هم شايفين ان هم بيتبعوا المذهب الاباضي، وان هم ناس مسلمين ومتدينين. والناس اللي راحت عمان يعني بيشكروا في الاهل عمان من حيث الطيبه، وان هم تدينهم وما شابه ذلك بشكل عام. يعني انا قصدي الشات في الموضوع ايه، ان ما يكون يعني ربنا سبحانه وتعالى ما انزلش الاديان عشان الناس تقاتل بعضيها، ينقسم لثلاث اقسام، وكل قسم ينقسم لثلاث اربع اقسام تانيين، ويبدا ده يقتل ده وده يقتل ده وده يقتل ده، الفقه الناجيه. الاديان ما نزلتش عشان كده، الاديان نزلت عشان تحسن اخلاق الناس، واذا كانوا هما بيعبدوا العباد يعبدوا رب العباد، وان هو يخرجهم من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. الكلام اللي قاله ربعي بن عامر للمقوقص في مصر، واللي هما المساواه والناس كلهم متساوين كاسنان المشط، وليس ولا فضل للعربين على العجمين الا بالتقوى. دي الاخلاق اللي الاديان جت بيها، مش جد عشان ده بقى يقول لك الاسماء والصفات وربنا فين، ده في كل مكان، لا ده في السماء، لا ده مش عارف متجاوز الزمان والمكان، ويبقى حرب على مثل هذه العقائد. انما ده اللي حصل، اللي حصل في سوريا كان قتال على اساس طائفي ما بين الشيعه والسنه، وكذلك اللي حصل في سوريا، وكان حتى الطوائف الاسلاميه نفسها اللي هم كلهم منتسبين لاهل السنه بيكفروا بعض، وبدا الاقتتال والدم يسيل وسيظل يسيل. وزي ما قلنا الناس اللي هم اذا كانت الخناقه كده بس على مجرد على اليوتيوب وعلى الانترنت، ان معهمش سلطه، انما هؤلاء المتدينين او المتعصبين او المتشددين لو معاهم سلطه هيسحقوا الطرف الاخر، لانه شايفينه ضال ومضل، وانه ضد الدين، وانه العقيده، وانه وهكذا. هو طبعا كفر يعني، هو يعني الشيخ عبد الله الرشدي يقول ان مصطفى العدوي يكفر كل الاشعره، وربما يكون كلامه بيتجه في هذا الاتجاه، وهم نفس الكلام بيقروا ان فكره ان الله في السماء برضه دي عقيده فاسده، بس هو مش كفر بقى يعني. اهل السنه مع بعض ما بيكفروش بعض قوي، انما بيتهموهم بالضلال، بيتكلموا عن حاجه اسمها شرخ في العقيده، يقول لك ده فلان ده عنده شرخ في الايه؟ في العقيده. وانا اتذكر وانا صغير كان في واحد برضه عنده هوس كده انه يمشي يسال العيال الصغيره والشباب الله فين؟ فلو هو قالوا له الله في السماء يبدا يقول لهم ايه؟ يصحح لهم العقيده من وجهه نظره، وانه الله مش ايه؟ مش في السماء. وطبعا زي ما قلنا كل واحد ليه دلائله. انا اللي يهمني ان المستمع او المشاهد ينسى الكلام ده خالص وما يهتمش بيه، اهم حاجه ان هو يبقى مؤمن ان في قدير، او ان في الله الخالق، وان الله ده ان احنا بنلجا له بالدعاء في وقت الازمات، وان احنا ربما نتوسل اليه، وان احنا نطلب منه السكينه ونطلب منه الرحمه، وان هو بيحقق لنا درجه من درجات الاطمئنان من القلق وتوتر الحياه، بيخفف هذا التوتر. ده اللي يهمني، ان ايمان الناس بالله دون بقى تصور للخناقات الفلسفيه في كل مكان في السماء. اهم حاجه وانت بتدعو له تبقى عارف ان هو مطلع عليك، وان هو بيسمعك، وان هو كل ما تلح في الدعاء سيستجيب لدعائك. ده الشعور الالهي، الله انت لازم تؤمن به في قلبك من الداخل، وتحدثه من الداخل، وتدعو له باي دعاء انت شايفه، باي لغه كانت، يعني مش لازم باللغه العربيه الفصحى، مش لازم الادعيه المحفوظه اللي تقال في كتب الدين، ده ادعي بالعامية، ادعي باللغة اللي انت تحبها، والله يسمعك، والله مطلع عليك، والله ينتصر لك اذا كنت مظلوم، اذا دعوته، وهكذا يرفع عنك الظلم ويلقي على قلبك السكينة والطمأنينة. ده اللي يهمني في الايه؟ في الايمان. طبعا برضو الشيخ الطيب، الشيخ الامام الاكبر احمد الطيب، هو طبعا اشعري، ومذهب الازهر كله اشعري، وعلى عيننا وعلى راسنا اي مذهب يعني، بس زي ما قلنا اهم حاجه ضد التعصب. وكان ليه تصريحات في قناه العربيه، وبرضو انتصر للمذهب الاشعري، وان كان لم يكفر الاخرين، وان هو برضو شايفهم يعني شايف ان هو ربما الاشعريه هي الاقرب الى القران والسنه، وانها ربما اقرب الى الصواب، ولكننا لا نكفر الاخرين ونترك لهم الحريه. ونشوف بعض المقاطع اللي قالها كده الشيخ الطيب في فقراته في حواره مع قناه العربيه، واللي نازل على موقع العربيه نت، نشوف تصريحات الشيخ الطيب عن الاشعريه. زي ما احنا شايفين كده تصريحاته عن الاشعريه وما قاله، برضه في درجه من درجات الانتصار لهذا المذهب، وان هو مذهب الازهر من 10 قرون، وان هو ده ربما اللي هو مش مذهب مبتدع،
زي ربما المعتزلة زي ما قال أو الماتريدية، ولكن هو ده القرآن والسنة ربما الصحيحة طبقا لتصريحات الإمام الطيب. زي ما قلنا احنا بنتكلم في آخر فيديو إن هو إن الإسلام، يعني مصطفى الشجع كتب كتاب حلو قوي اسمه إسلام بلا مذاهب، وفكرة المذهبية دي صعب. وزي ما قلنا لما المذهب مسك دولة زي إيران ده اللي حصل فيها، واي تيار ديني او عقدي او مذهبي من الناحيه العقائديه مسك سلطه مش هيعمل اقل من اللي بيعمله الاماميه بتوع ايران. وخلي بالكم ساعات بيبقوا ضد بعض، يعني ممكن الاماميه تبقى ضد الاسماعيليه ضد الزيديه، وكذلك اهل السنه ربما يكون لو مسك التيار السلفي اللي هو ربما شايف له معتقدات ربما يكون ضد الاشاعره وربما يسحقهم. فكرة دولة بسلطة دينية هي دولة خطر جدا جدا على الدين قبل أن تكون خطر على المسلمين أنفسهم، ولكن لابد أن هم يعني لا يأخذون سلطة بهذا التعصب وهذا التشدد، وأن تكون السلطة مدنية والسلطة علمانية زي ما احنا بنقول. نحتفي بهذا القدر، وما تنسيش تشترك في القناة وتشاهد الحلقات السابقة واللاحقة، وشكرا جزيلا.